السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شبابنا الأعزاء، وشلونكم؟ شلون صحتكم؟ أحوالكم اليوم؟ أني المزرعة مالت الحاج جاي أخذ بذور للطيور. هاي البذور، شوفوا البذرة مالتها كلش حلوة. هاي طيور تحبها، وهذا جت هنا زارعين وهذا فجي، فندور البذور مثل هاي. شوفوا ندور هنا البستان هذا مثل هاي الشتلة، هذا شعير، هذا شوفوا البذور اخذها، هاي للشعير بني مال الشعير، هذا البذور مالت الخباز، هذا بذور الخباز. شوفوا هاي بذور الخباز، هاي الوردة مال هذا الحرفش، هاي البذرة مالته، هاي بذور مال الهندباء يسموها هم الهندباء. فاني اضل ادور هيك منه. عندكم هذا شلون الطرطع او القوقله، هواي له اسماء، هذا مالح يصير اخذ من عندك الفتره فتره يعني. هذا البذور مال الجد هم تفيدني، بس شني يوم ما يطلع هسه مورد خليه يكمل. اي قصدي هذا الفجل، انت جيت رجال مو فلاح الا شوي، فلاح الا شوي. ها شوف هاي البذور مال شو اسمه السلك، هم زين اباعه. هاي بذور مال السلك هم زينه للطير، هو فوق بعد هذا على الزرع هذا. وعندنا هذا البذور نفس شو اسمه، بس بذور مو طبيعيه. شوف هاي الكفشه مالته مو طبيعيه، شوف هاي كلها بذور، كلها 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 بذور. شوفوا هذا راح اشلع من عندنا هسه، شوفوا هاي البذره مالته ببسط. هاي شوف ايش قد بيها بذور، فالتنوع انت من تطلع يعني تونس، هم تونس واحد وهم يجيب للطيور من هذا البذور. شوف القاع متروسه ترس، هاي منه لهناك، هذا واحد يطلع يعني، هو هذا صعود البذور الصحراويه، هذا واحد يطلع. انا اخذ من عده مو هواي كميه، هواي موسميات يعني، كل موسم بموسم. بس راح يطلع عندنا الحرفش لسه ما طلع ذاك شوك الحرفش، بس انا ادور على ذن مال الشعير، هذا يطلع وين جيت يزرعوه. فاني اخذ، وهذا شو اسمه البذور مال القرط، هاي نفس الجت بس هو هذا الاصفر البذور مالته، هذا نفس شو اسمه، ما اخذ من عده هواي، هذا يعني حار بذور مالته حاره، فظل لقط هذني. شوف هسه عندك هاي بذور مالته ايش، هاي البذور مال الفجل، هاي بذور الفجل اللي هنا ندور. هذا شوف البذور مال هذا الشعير، فهاي البذور اللي بيها شوية حلوة. هذا كله جت، هذا بيه جت وصاير بيه قرط. حسوا الفرس هذا، شوف هاي الحلفة، هاي تفيدني للعشوش، اخذ من عندها العشوش. هاي الحلفة شوفوا، هاي تفيدني للعشوش، بذور زينة حلوة باعولها. هاي
بذور حلوة وزينة. بذرة بذرة راقية هاي. شلون الكتان؟ البذرة مال الكتان، هو الكتان يتحاكى الكتان 3500 كيلو نفس البذرة مال الكتان هذا. وهم ماخذين هم للطيور هم يفلسنها وهم الدور عشوش يسوونها. أنا شدهن وجهكم. هاي سويتن باقي هيك ضبيتن. هاي اخذ من عند العصر من يجي. بس هسه جت صدفه شوف البذور هاي خليها العصر احجي حوش. ها قاع ساقيها بيهم وين؟ هذا المراح مال الفرس. هذا جت شوف شلون راقي. هذا يخبل هذا بعد غرو. هذا جيت اخذه للطيور. شوفوا اخذ من عنده اجي الصبحيه شويه اخذ من عنده وارجع العصر. من اجي العصر انا شغلي بس العصر. هذا الولد يجي الصبح حيدر هاي جايبني بهذا السياج. فلشت هذا السياج اللي هنا حد فلشته. هذا راح اطلع بيه قبل الاخير نهاية الزراعة هناك. ادري بيها سنة خلص. احنا ولاي واحد فعلى كيفنا احنا نشتغل. هم ديكورات وهم هم سياج. هذا سياج بين هاي تفصل بين هاي القاع وهاي القاع. هذا يجيب صف الابي منه. هذين السياجات جاي ابني بيه منه للشارع. شوف الشارع ذاك شارع بعيد. خلنا نصعد منه. سويت تبلية. انا ما اعرف اصعد بالتبلية ذيك. فدخلت على اليوتيوب وسويت هاي التبلية صعودة مع النخل. شوفوا قطعتين. هاي قطعة. هاي قطعة. وهاي قطعة. هاي تفتر دار ما دار النخلة هيجي. هاي مال الرجيم. وهاي تصعد التالية تقعد هنا على هاي. هاي الطب بسط هاي وهاي توقف عليها. اثنين جربتها سويتها الحين وكملتها وجربت صعدت فيها على هاي النخلة. يعني للرطب لها يعني مو لك يعني. بس انا سويتها انا استفاد معدها من يصير رطب. قال لك ما ادري وين خليت زرعاتي. هذا نيت. وهاي الشده الثانيه شوفوا بعد هاي الخوصه خليها هنا. هسه الدور اروح للمحميه مطشين بالمحميه. هاي الباب سويناها بدلت الباب ذيك القديمه. وهذا دفناه. وهاي سويت المجر هذا من الناس ياقي سويته اني. وهذا الحائط جاي يمشي بيه شوفوا جاي من بيه. وبعدين هذا نسوي ديكور الحائط. بعدين اللبخه ونسوي ديكور. بس مو هسه يعني شغلتنا طويله. انا على بالي نبلش سرعه بسرعه. على راس السنه هاني نبلش هنا وذاك الكوخ وذاك المسبح وذاك السقيفه ذيك سويتها. وسوينا للقاعه للزوار. شوف هاي ما تاكل بيها نباتات اجي من عندها. وهذا السبزي هم اخذ من عنده بذور. شو انا غايبكم هاي البذور مال السبزي. هذا بذور السبزي اهو كلش محترم. هذا ما اخلي بذور انا اعتب عليه كله اخذه. ليش؟ لان بديدان ناعمه خضره تصير بهاي الصحوله الافلوف. هذا كيف عليها الحسون باعتبار لحم ياكل معده. اخذ من عند هني. فما حضينا زرعات. اكو بهاي القاع مسيليله هاي المقابيلي. وهاي القاع اللي بصفنا همتين
يستعمل معد هذا بيها البذور جوا. هذا مو قصاب، هاي القاع هنا بيها قصاب واشكال الوان. طيب يعني قادرة فوق المسيليلة سوها طلعت بذور، يعني هاي المسيليلة خلنا اوريكم البذور مالتها. هم اخذ من عندها للطيور. اخذ من عندها للطيور، شوف هذا مي. المسيليلة هنا هم تفيد للعشوش الشباب. ضاعوا هاي البذرة مات. هذا هذا افتحها انا هيجي اشرقها بالنص واطلع البذور مالتها. هم تسلع علاقه من عندهم، تسلع علاقه من عندهم. واخذ هذا من هذا البذور، شوفوا هاي مال المسيليلة اللي اسوي من عندها عشوش مو قصب. هاي شوفوا هاي الخضرة كلش، هاي هاي مالت المسيليلة البذور مالتها. هذا استوى قاعد يطلع جديد، اكو معده جديد استوى جاي يطلع. اخذ من عده هذيك متروسه ترس من هناك، هذيك من هذيك الجهه متروسه ترس مسيليلة، فانا اخذ من عدها. واكو شوك الحرفش من ذيك، بس الناس هذول بنوا هنا ونمرد كربو. اخذ من عنده كنت هسه الشهر الثالث يطلع، يقوم شهر الثالث ماكو قريب اي بشهر الثالث نهايته للرابع يصير هواج حبيبي لو. واكو هنا هماتين مسيليلة، همات اطب اخذ من عندها فبساتين بصفنا هواي. فاني شو اسمه اخذ من عندهم. يلا شبابنا لا عجبكم المقطع لا تنسونا بالاشتراك واللايك، وعلقونا على هذا المقطع شفتونا شنو رايكم بيه بالزرع هذا، البذورات ما بذورات. ومع السلامه.